الاوفيريان تيومرز من وجهه نظر الباثولوجي. فهو طبعا الاوفري الاوفيريان تيومرز بشكل عام من الاورجنز اللي غنيه بالتيومرز فيه تنوع كبير قوي فيه. فكل حاجه عشان نحاول نفهم نرجعها لاصولها للبيز بتاعتها. فالاوفري عندنا طبعا هو كستراكشر ببساطه بيتكون في عندنا السيرفيس وديت بيطلع منها تيومرز. في عندنا الجيرم سيلز, في عندنا الاسترومال سيلز, والاوفري زيه زي اي اورجان في الدنيا ممكن يكون برضه سايت اوف ميتاستاسيس, ممكن يكون التيومرز هو one of the common sites for ميتاستاتيك نيوبلاس. فبالتالي الهدف او التقسيمه الاوفريان تيومرز, ودي طبعا ده فيجر يعني اصيل قديم في التكست بوكس بتاعتنا كلنا. فبنقول زي ما قلنا ان هي في عندنا سيرفيس ابيثيليال تيومرز, جيرم سيل, سيكس كورد, استرومال تيومرز, وميتاستاتيك تيومر في زيوري. احاول بقدر الامكان لو يعني النص ساعه اللي جايه بالتالي مش صعب ان احنا نغطي كل الامور ديت, لكن لو قدرنا ان احنا نغطي الجزء بتاع السيرفيس ابيثيليال تيومرز ونتكلم عنه برضه بصوره مع اعتبار الكلام الريسنت والادفانسز اللي ممكن ان هي تكون جدت على الفيلد ده. سيرفيس ابيثيليال تيومرز هي غالبيه الاوفيريان تيومرز من السيرفيس ابيثيليوم, وهي بتشكل الغالبيه العظمى للماليجنانت برايمري ابيثيليال او ماليجنانت برايمري اوفيريان نيوبلازم. يعني حوالي 90% من اوف ذا ماليجنانت اوفيريان برايمري تيومرز ار دوز اوف اوريجينيتنج برايمري فروم ذا سيرفيس ابيثيليوم. انواعها زي ما هنشوف بترجع ليه السيل او التايب اوف ديفرنشيشن للخليه اللي مديه للتيومر ده. طبعا حضراتكم ادرى مني بكتير ان المانيفستيشنز اوف اوفيريان نيوبلازم ممكن تبدا بصور صوره فيج مانيفستيشن زي ابدومينال بين او انلارجمنت, وبعدين ممكن نلاقي في الفيشن لسيرم ماركرز زي السي 125 والسي 99 1909 99. زي ما حكينا امبارح ان كل التيومرز او في الاندوميتر تيومرز يبقى في عندنا بروسيس اوف كارسينوجينيس, في نورمال سيل تحول لبرينوبلاستيك ستيج ذن تو فرانك مالجنسي. نفس النظريه هنلاقي في تشابه كبير بين الكلام اللي قلناه امبارح في الاندوميتر كارسينوما والكلام اللي ممكن يتقال النهارده في الاوفيريان تيومرز في الكارسينوجينيسيس. الديس كارسينوجين مي انكمبس ستيج او ستيج اوف برينوبلاستيك ليجنز. About 10% of the ovarian cancer are related to hereditary cancer syndrome. زي الميوتيشنز ممكن تحصل في البراكا جين ميوتيشنز. According to the WHO, وبرضه زي ما كنا امبارح هنحاول نكون يعني مظبطين نفسنا على الترمينولوجي بتاع ال WHO علشان يكون زي ما قلنا الترمينولوجي valid ومفهوم لأي حد في أي مكان. فاكوردنج تو ذا دبليو اتش او كلاسيفيكيشن في عندنا ليست كبيره جدا من الاوفيريان تايبس اوف ديفرنت تايبس اوف اوفيريان تيومرز, ليست كبيره جدا وممكن تبقى كومبليكيتد في بعض الاحوال ومتشعبه, لكن في الاخر احنا بيكون بنهدف ل ان احنا نعمل دورنا كباثولوجي ان احنا نعمل تايبنج اكيوريت للاوفيريان تيومرز ديت ونعمل ستيجنج باثولوجيكال ستيجنج بصوره انها تخدم الاستراتيجي اوف تريتمنت اوف سيريشنز بعد كده. طب كل الليسته الطويله ديت يعني هل معنى كده يعني ايه يعني المجهود اللي لازم تعمله عشان توصل ان تعمل لي لسته طويله فيها ترمينولوجي الاوفيريان نيوبلازم؟ فايه اهميه حاجه زي كده؟ Why is important to make typing of ovarian tumors؟ يقول ان الاوفري الاوفيريان او الكانسر اوفري هو اتس وان ديزيز بات وذ ميني فيسز, اشكال مختلفه, مناظر مختلفه, الهيتروجينيتي والكومبلكستي فيها كبيره جدا. وبعدين بيقول ان اللي بيفيد بعد كده او بيفيد التريتمنت اوف بيشنتس بعد كده ان في بعض الفاريانس اوفيريان تيومرز ممكن تبقى ريزيستنت تو ذا ستاندرد كيموثيرابي. التايبنج ذات نفسه ممكن يديني ريلايبل بيكتشر على الريسبونس تو كيموثيرابي ايفن مور ذان ذا جريد. يعني التايبنج اوفيريان تيومر في احيان كتيره بيبقى مهم
عن ان انا اقول التايب ده which grade of malignancy type is in many cases is more reliable to predict response to chemotherapy. وبرضه زي ما بقول برضه في يعني some therapeutic regimens for specific types will require better type. اوكي ماشي. احنا بيفرق معانا في الجراحه اصلا نوع التايب نفسه السيرس غير الميوسنس غير السكس كورد يعني بيفرق في الجراحه نفسها من اول قبل كده بيبقى بكل حاجه بالظبط بالظبط ده اللي هنعرض تفاصيل بعد كده من حضرتك دكتور نيجي للنقطه اللي بنقول عليها اللي هي الجزء الكارسينوجينيس زي ما اتكلمنا امبارح برضو لو نفتكر في الاندوميتر كارسينوما كان في عندنا قدرنا according to the carcinogenesis و pathogenesis of endometrial tumors ان احنا نقول ان في عندنا two types of endometrial tumors type 1 and type 2 نفس الفكرة برضو الديوال او الديوالستيك موديل ده of variant of endometrial carcinoma ممكن برضو تطبق على الاوفري بسرعة باخر يعني ممكن كل الطيبس الكتير اوف اوفيريان تيومرز اللي شفناها في الليسته اللي بتاعت دبليوش كلاسيفيكيشن ممكن بشكل او باخر خاصه بالنسبه للاثيريوم لازم نحاول نقسمها انتو تايب 1 اند تايب 2 زي ما حكينا في موضوع الايه الاندوميتريوم امبارح. طيب ايه حكايه ايه الفرق بين تايب 1 اند تايب 2 اوفيريان كانسر؟ تايب 1 اوفيريان كانسر بشكل عام بتضم الحالات اللي هي سيرس كارسينوما لكن اي نوع من سيرس كارسينوما لو جريد سيرس كارسينوما. احنا هنلاقي فرق يا جماعه بين كلامنا عن الاندوميتريوم وعن الاوفري في حكايه السيرس كارسينوما. امبارح كنا بنتكلم عن السيرس كارسينوما وفي الاندوميتريوم كنا بنقول انها سيرس كارسينوما وخلاص ما كناش بنجريدنج تايب 2. انما في الاوفري مهم ان احنا نقول هذه السيرس كارسينوما اللي هي لو جريد ولا هاي جريد. لكن سيرس كارسينوما في الاندوميتريوم زي ما قلنا باي ديفينيشن ذيس از هاي جريد نيوبلاست. فا التايب 1 اوفيريان كانسر بيكون غالبا لو جريد اللي هي لو جريد سيرس كارسينوما اندوميتريوت كارسينوما ميوسانس اند اذر فورمز اوف ابيثيليال تيومر زي كلير سيل كارسينوما. طيب تايب 2 هو بيضم بقيه او الغالبيه العظمى من الحالات اللي هي الهاي جريد سيرس كارسينوما والبرضو الاشكال العنيفه الاخرى التيومرز الاجريسيف زي الكارسينو سابكو. طب ده انما ايه الفرق في الباثوجينيسيس؟ التايب 1 اوفيريان كانسر بيتبع النظريه اللي حكيناها امبارح زي في التايب 1 اندوميتريال كانسر اللي هو بيتبع خطوات من نورمال لليجن برينيوبلاستيك لليجن برينيوبلاستيك ومعاه اتيبيا لغايه الماليجنس. يعني افتكر امبارح كان في نورمال اندوميتريوم تحول لاندوميتر هايبربليزيا ذن هايبربليزيا ويت اتيبيا اللي هي الاندوميتريويد انتيريور كارسينوما واخر حاجه الايه الاندوميتريويد الانفيسيف اندوميتريويد كارسينوما. هي نفس الشيء بنلاقي ان الليجن اللي في الاوفري بيتبع هذه المالتي ستيب كارسينوجينيسيس زي ما هنشوف او بمعنى اصح نقدر نقول ان في بري نيوبلاستيك ليجن متعنون ومعروف ودينا نقدر نحط ايدنا عليه في التايب 1 اوفيريان كانسر. برضو الاوفيريان اندوميتريوزس دي تعتبر بري مالجنت برضو ليجن ويل دوكيومنتد لبعض التيومر تايبز زي الاندوميتريويد والكلير سيل خاصه لما يحصل عليها اتيبيا نفس السيكونس برضو هنشوف يعني يحصل اندوميتريوزس يحصل بعد عليها اتيبيا بعد كده يحصل تيومر زي الاندوميتريويد او الايه الكلير سيل. بالنسبه للتايب 2 اوفيريان كانسر اللي هي بتضم الهاي جريد سيرس كارسينوما والكارسينو ساركوما مفيش انترميديت ما بين او انترميديت نقدر نحلف عليه نقول ده هو ده ذيس از ذا ريل برينيوبلاستيك ليجن حتى الان هو بدا يتفاهم ويتعامل وكل حاجه لكن كبرينيوبلاستيك ستيج تقعد لفتره طويله اقدر اعتمد عليها ماهيش موجوده في التايب 2 اوفيريان كانسر اللي هي بتضم في غالبيه حالاتها الهاي جريد سيرس كارسينوما. مال ايه البرينيوبلاستيك ليجن في حاجه زي كده او الاوريجن بيجي منين؟ بيقولوا ان الاوريجن بيجي من الكورتيكال انكلوجن سيست اللي موجوده تحت السيرفس بتاع الاوفري. تيجي منين الانكلوجن سيست ديت؟ دي بتيجي زي ما حضراتكم عارفين ان الترانزيشن او الجنكشن ما بين التيوب والاوفري ممكن ساعه الاوفيوليشن يحصل ان بعض الخلايا من الفيمبرال اند تبدا تدخل تحت الكورتكس بتاعت الاوفري وتعمل لي الانكلوجن سيست. او يحصل مجرد جاست انفوجينيشن للخلايا بتاعت السيرفس ايبيثيليوم بتعمل انكلوجن سيست.
هذه النيكروجين سيست اللي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب بتبقى شيء تافه وهايف وبنستهون بيه كلنا، دي ممكن تبقى هي اس البلاوي والمشكله كلها بتاعه الايه الاوفيريان سيروس كارسينوما. بدات النظريه توسع شويه، يقولوا طيب ما طالما ان الفيمبريت اند بتاعت التيوب ديت هي دي ممكن تبقى برضه سبب مشكله، فبالتالي دلوقتي في الوقت الحالي الفيمبريت اند اوف ذا تيوب هي متهمه في كل انواع البلفيك سيروس كارسينوما، ايذر هاي جريد اوفيريان سيروس او البرايمري تيوبال او البرايمري بوتونيال سيروس كارسينوما. يعني سيروس كارسينوما برايمري ممكن تحصل في مكان للثلاثه دول، سواء كان التيوب او الاوفري او البريتونيوم. ممكن برضو يقولوا ان السبب فيها او الاوريجين فيها هي الخلايا بتاعت الفيمبريال اند اوف ذا تيوب. ده طبعا بفكر ده ملوش دعوه بالباثوجينيز بتاع السيروس كارسينوما بتاعت الاندوميتريوم اللي حكيناها امبارح. في فرق بين الثلاثه دول، الثلاثه اللي هم اوفيريان تيوبال برايمري بوتونيال دول في جنب، واندوميتريال ديت في جنب تاني. لو بنبدا اول مجموعه اللي هي السيروس تيومرز. طبعا السيروس تيومرز الاوفيريان تيومرز بشكل عام زي اي تيومر في الدنيا، في عند براين وفي عند مالجنانت وفي عندي في النص كده كاتيجوري اللي هي بنسميها بوردر لاين. بالنسبه لنا احنا كباثولوجي البوردر لاين دي اللي هي في بعض الكاردينيو في مالجنانسي، لكن ما اقدرش اجزم انها مليون في المية مالجنانت. لكن البيهيفير بتاعها والفولو اب ده بيختلف بالنسبه لحضراتكم في الانكولوجي او في الجاين، والتريتمنت برضو ده بيرجع لكم. يمكن الدكتور بس في المحاضره بتاعته هايلايتس الحته ديت، لانها في المانجمنت بتاعها احنا ممكن يختلف على حسب حتى السبيكترم بتاع البوردر لاين تيومر زي ما هتعرف حضرتك دلوقتي. فبغض النظر عن المسميات اللي موجوده تحت كل كاتيجوري، السيستا دينوما او سيرفس فيبروما او الادينو فيبروما كلهم في نفس مبنى السيروس تيومر. برضه البرودر لاين ممكن يبقى سيستيك، ممكن يبقى بيلري، ممكن يبقى سلوك ادينو فيبروما. المالجنت ممكن يبقى بسلوك ادينو كارسينوما او ادينو كارسينوما فيها سيست، او ادينو كارسينوما فيها سيست وبابيلي، او ادينو كارسينوما على السيرفس على الاوفري. كله في الاخر عشان يبقى كلامنا براكتيكال، كل دول في الاخر اسمهم ايه؟ مالجنان سيروس تيومرز او بوردر لاين او البناين سيروس تيومرز. بالنسبه للبناين سيروس، بناين سيروس تيومرز اللي هي بتبقى الصوره السيمبل ليها خالص اللي هي السيروس سيستا دينوما، او ممكن يبقى فيها فيبرس كومبوننت فنسميها سيروس سيستا دينوما فايبروما. بلاتراليتي في الحالات ديت ممكن توصل لاب تو 20% اوف كيسز. التيومر بيبقى عباره عن سيست، يا اما تبقى يونيليكولار سيست يعني سيست احاديه الحجره مجرد اوضه واحده بس، او اوليجوليكولار فيها كومبارتمنتس بس من السيست لاثنين او ثلاثه كومبارتمنتس، او مالتيليكولار. لكن المالتيبلستيك كتير والكومبلكستي في السيست وكذا كذا لوكيول او كده، ده مش كومن مع الزباين سيروس تيومر. فبقى غالبا يا يوني غالبيه الحالات او اوليجوليكولار. نوعيه الفلويد اللي جواها بينزل زي ميه رايقه من العبوه، ان كيس ان هو مش كومبليكيتد، لا كومبليكيتد لا بهيموريدج ولا باي مشكله، بينزل فلويد رايق جدا كانه ميه بالحنفيه بالظبط. نيجي نبص على اللايننج الفينم بتاعه هنلاقيه شبه التيوب، لان بيحصل ديفرنشيشن توورد دي تيوبال سيل لاين. فممكن نلاقي الابيسيليوم شبه بتاع اللي بيعمل لايننج للفلويد تيوب، وممكن نلاقي اني كايند اوف ابيسيليوم موجود في التيوب ممكن نلاقيه موجود هنا. مش يعني اما نوع يعني التيوبز نفسها تفصيلها الهيستولوجي فيها الثلاث انواع من الخلايا، ممكن الاقي واحد منهم بس اللي موجود، او ايفن الثلاث انواع موجودين عاملين لايننج للايه؟ الابيثيليوم بتاع السيروس سيستا دينوما البناين. يعني هنا جينا نشوف حتى هنلاقي في ايفن موجود عندي اللي منكم انترستد بدقه، ممكن الاقي في سيليا على السيرفس بتاع الخلايا. معلش اتفضل بس. السيليا ديت يعني ميك ريزمبلانس important او marked resemblance to the tubal epithelium. ده بالنسبه للسيرز. طب ايه البوردر لاين؟ بوردر لاين هي المرحله او المرحله اللي بين البناين والماليجنان. بالنسبه لنا البوردر لاين ديت نسبه البلاتراليتي فيها باي لاتراليتي ممكن تبقى زايده. ببدا اشوف بابيلي، وبابيلي معقده شويه، بابيلي كومبلكس، مش بابيلي مجرد ندوق كده خارج وخلاص سيمبل، لا تبدا بابيلي تكتر.
تبدا البابيلي تبقى مور كومبلكس، ابدا الاقي ان الخلايا تبقى ترصص فوق بعضها كتير، تبقى تعمل ستراتيفيكيشن، وممكن الاقي اتيبيا، ممكن الاقي سيلر اتيبيا. لكن اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه ان مفيش انفيجن، which is the most important sign of malignancy. مفيش انفيجن. زي المنظر ده بنلاقي عندي تبدا السيست ادي السيست وول، ده في ده اجزاء شبه السيست دي اللي هما البناين. ببدا الاقي حتت عندي تبدا اللي يحصل فيها بابيلي بروليفريشن، وممكن تبقى كومبلكس بالشكل ده، وممكن الموضوع يبقى ديفيكالت، يمكن يسبب لي مشاكل في الانتربريتيشن، مابقاش قادر احكم فعلا هل في انفيجن ولا مفيش، هل دي فعلا بوردر لاين ولا في حاجه اصعب من كده. وده بيتطلب مننا احنا في الباثولوجي ان احنا نعمل اكستنسيف سامبلنج. يعني هي الريكومنديشنز بتقول ان مثلا المفروض ان انا اخد 1 تيشو بروب بير 1 تو 2 سنتيمتر. يعني لو عندي مثلا سيست 10 سنتي المفروض اخد منها 10 تيشو بروبس او 5 من 5 ل 10. طب لو 50 سم ايه؟ لو 50 سم لو 50 يبقى ناخد خلال 25 تخفيض بقى. هو اصلا هو حتى يعني ايفن حتى زي لو زي في زميلنا من الباثولوجي الموجودين بيقولوا ان السامبلنج مش انك تاخد سامبلنج وخلاص. يعني في لو عندك اوفيريا الناس خد سامبلنج من الحتت اللي ليها علاقه بالسيرفس، الحاجات السوليد، الحاجات اللي فيها بابيلي. اصلا البابيلي ديت لو في سيرفس بابيلي بره يعني او سير او اندوفيتك لجوه بابيلي، خد من البابيلي، خد من الحاجات السوليد، خد من الحاجات النكروتيك، خد من الحاجات اللي ليها علاقه بالاوفيريا كبسول. This is very important. يعني هو ده نوعيه السامبل، هاو تو سامبل العينه. This more important than ان انا اقعد اخبط اخد السكشنز كلها بريح نفسي وخلاص. دي بقى مرحله كريتيكال جدا في السيروس بوردر لاين تيومرز، اللي هي لو قلنا ان البوردر لاين تيومرز لو سبيكترم من اول بس شويه خلايا كده او 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 ارياس بالنسبه لنا فيها بروليفريشن واتيبيا لغايه سبيكترم لغايه قبل انفيسيف، دي المرحله اللي انفيسيف على طول بتبقى البابيلي كومبلكس جدا. وحتى بيسموها يعني احنا عندنا في انواع كتير من البابيلي، يعني كلمه البابيلي بالنسبه لنا يعني ممكن صور كتير، من ضمنها المنظر ده بيسموه حتى شبه الكابود ميدوزا بتاعت الجماعه بتوع الرين. فالبابيلي دي اللي بالمنظر دي بيسموها مايكرو بابيلي. لكن از لونج از ان مفيش انفيجن، ما دي اهم قرارين عندنا. طالما ان مفيش انفيجن او ديستركتيف استمر انفيجن ده بيظل ايه؟ بيظل بوردر لاين. بس ده على 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 على, على الاند الاخيره من البوردر لاين. يعني انا كدوري في ما بعت حضرتك بصوره ريبورت لحاله اوفيريان تيومر، انا هقول لك في الاخر ان ده بوردر لاين اوفيريان تيومر. لكن ممكن لو لاحظت ان نوع البوردر لاين ده اللي هي مايكرو بابيلري فاريانت، يبقى ممكن تحط حضرتك في اعتبار ان في فرصه كبيره جدا يبقى في عندي بيرتونيال ديبوزيتس، ممكن يبقى في عندي بوزيتيف اسايتس، لو في ممكن يبقى في عرضه للريكرنس في الفاريانت ده. لان لو تلاحظوا حضراتكم الفاريانت ده تلاقي البابيلي والخلايا عامله طفتس وديتاتشد. خلايا الديتاتشد ديت سهل قوي انها تتزرع على السيرفس بتاع الايه؟ البروتونيوم. بحاول اخطر منها اسم الفاضي لا امر. وبودي البروتونيوم ديبوزيتس او ديبوزيتس في اي اوردر كمان وهو بوردر لاين لا نصنفه ولا انفيزي. افترض بوردر لاين حتى هو في انفيجن هو بدا بتابع الستيجنج. يعني احنا بنقول ايه؟ ان دي بوردر لاين حتى لو في واشنج مثل واشنج او اسايتس بوزيتيف، حتى في بروتينال ديبوزيتس، هو كل ده في الاخر بوردر لاين بس مصاحب معاه دي ممكن تسوق البروجنوزس او تخليه في ستيج اعلى شويه، لكن هو ستيل بوردر لاين از لونج از ان انا ما شفتش ديستركتيف سترومال انفيجن في الاوفر. يعني على حسب علمي وانت طبعا اضرب منها دكتور انس ان ده هياخد بايلوج دريفت بعد كده. يعني النقطه بقى المور كريتيكال يعني اكثر المرحله ديت اللي هي بيبدا الانفيجن يبقى ستارتنج بنسميه مايكرو انفيجن. ممكن نلاقي فيه تبدا بعض الخلايا او ازوليتد كلاسترز من التيومر سيلز بدها تعمل انفيجن في الاوفيريان ستروما، تبدا تعمل اسكول ديستركتيف سترومال انفيجن. لكن فوكس مايكروسكوبيك جدا لا تتعدى في اي ماكسيم دايمنشن ليها 5 مللي بالنسبه لي الناس تحت الميكروسكوب. تبقى حاجه انسيدنتال لما انا اعمل سامبلنج كويس ابدا الاقي الفصاي دي، فدي بنسميها ايه؟ مايكرو انفيجن. المالجنا سيراس تيومرز جروسلي بقى بتبان لنا ازاي؟ بنلاقي في صوره ارياس كتير،
نلاقي فيه ايريز هيموراج اند بروزس، نبدا نلاقي فيه اكزوفيتك واندوفيتك بابيلي جروث كتير، وطبعا تحت الميكروسكوب الفيجن تاستروما. وعايزين نقسم له نوعين زي ما قلنا، ان في عندي لو جريد سيروس كارسينوما اللي هي بتتبع الادينوما كارسينوما سيكونس اللي هو ايه اللي هو طيب وان سيست ادينوما، وبعدين سيست ادينوما وبوز اتيبيا، وبعدين ايفن اخر حاجه اللي هي المايكرو بابيلري فاريانت بتاع البوردر لاين، وبعدين تديني ايه اللو جريد سيروس كارسينوما. في المقابل الهاي جريد سيروس كارسينوما دي ما لهاش دعوه بالسيكونس ده، دي كورتيكال انكلوجن سيست مالجنا مره واحده. فبنلاقي الدي ام التيومر ده كاركترايزد باي هاي ريت اوف بي 53 جين ميوتيشن، لكن ده البي 53 ميوتيشن بتاعته اقل شويه. ممكن هنا نستنبط حاجه ان اللو جريد والهاي جريد سيروس كارسينوما هما ممكن نقول ان هما دولت تو ديفرنت نيوبلازم اكتر من كونهم تو جريدز اوف سينيو بلازم. ده تيومر ده ما لهوش دعوه ببعض، هما الاثنين بيكتشر اوكي سيروس، لكن ده الباثوجينيسيس بتاعه مختلف عن ده. بنسمي قصدي احنا لو جريد ده هاي جريد، لكن هما ممكن ما يكونوش قرايب اصلا او ما لهمش صله ببعض. اهم حاجه توضح لحضراتكم ان السيروس تيومر بيحصل انفيجن ديستركتيف ستومر انفيجن في الاستروما بتاعت الاوفري وحواليها ديزموبلاستيك ريسبونس، وممكن نلاقي بعض الكالسيفايد بودز اللي هي اللي زي ديت اللي بنسميها ساموما بودز، دي تبقى موجوده سواء مع اللو جريد او مع الهاي جريد سيروس نيوكلياس. باختصار بقى بالنسبه للسيروس كارسينوجينيسيس، في عندنا اللو جريد باث واي وفي الهاي جريد باث واي. زي ما قلنا سيستا دينوما تبدا تدي البوردر لاين او تيبيكال بروليفرتيف سيروس تيومر او لو جريد او سيروس تيومر اوف لو جريد مالجنال بوتنشال، كلها اسماء بوردر لاين تساوي ايه؟ تيبيكال بروليفرتيف تساوي اللي هو تيومر اوف لو جريد مالجنال بوتنشال ام ان بي، لغايه ما توصل اللي هي باقصى مرحله زي ما قلت لحضراتكم اللي هي المايكرو بابيلري سيروس فاريان اوف لو جريد، وبعد كده يعمل انفيجن، يبقى ده اللي هو ايه اللو جريد كارسينوما. اما هاي جريد في امبريتد اند اوف ذا تيوب، وده المتهم الكبير دلوقتي في البلفيك سيروس كارسينوما ايذر برايمري اوفيريان بيروتونيال او تيوبل كلوجن سيست مباشره لهاي جريد سيروس كارسينوما. بالنسبه لنا احنا في الباثولوجي لما نعمل ايمينو هيستوكيمستري نيجي نعمل البي 53 نلاقي ان اللو جريد سيروس كارسينوما نلاقي ايه نيوكلاي واخده ونيوكلاي لا ونيوكلاي مش واخده نص نص وهكذا، في تنوع في درجات البي 53. انما في الهاي جريد سيروس كارسينوما كل تيومر سيل واخده الماركر بانتنستي عاليه، بنلاقي المنظر ده كل خلايا واخده بي 53 وانتنستي عاليه جدا، ده بيسبورت ان هي ايه هاي جريد سيروس كارسينوما. يعني انا سيروس كارسينوما بقول جريد هاي جريد ولو جريد بقولش جريد 1 ولا 2 ولا 3، لان احيانا بلاقي فانا هو انت حد دراسه في الحته ديت ال 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 في هو في جريدنج كان 1 2 3، يعني في ثلاث سيستم جريدنج للسيروس كارسينوما 1 2 3. انها بعد ما الموديل ده ما بقى ويل دوكيومنتد بقى لو هايبر، فبقى المفيد اكتر للبيشنت ان انا اقول هي دي لو جريد ولا هاي جريد، لان على حسب علم حضرتك طبعا ادرى مني ان هي لو لو جريد هيبقى ريزيستنت للكيموثيرابي عن الهاي جريد بتستجيب كويس قوي للكيموثيرابي بس بترجع ريكرنس عالي جدا بعدها. اللو جريد ما بتستجيبش كويس بس بيحصلش ريكرنس عالي. بس هي الفكره لما انا كنت بجمع انا يعني حالات الاوفيريان كانسر والاقي لو جريد هاي جريد لو جريد، طبعا في حالات ما بتعملهاش جريدنج دي حاجه مشكله كبيره يعني جاست سيريس كارسينوما خلاص، بس لو جريد هاي جريد احيانا كنت الاقي جريد 2 دي ابدا ادور في البيبرز الاقي احيانا مكتوبه بس قليل قوي. هي هو احنا عايزين نقمت دي خلص بالكلام بيننا بقى. هي سبتنس ديفيكالت بصراحه يعني فعلا في حالات بتيجي ما تقدرش انك يعني احنا بالنسبه لنا في كرايتيريا اخرى غير البي 53 تحت الميكروسكوب ان احنا نقول ديت لو جريد ولا هاي جريد، احيانا بيحصل فعلا اوفرلاب في الكرايتيريا دي. فهو اللي ساعدني ساعتها ايه؟ ان انا اعمل حاجه زي البي 53 والكاي 6 7 بروليفريشن اقدر ساعتها اجزم ده لو ولا هاي ان ده لو ولا هاي جريد، لكن على مستوى الاتش ان دي فعلا مش قادر احطها في يعني احنا في الطب المنصور عايزين نوحد الكلام اللي خلاص لو جريد وهاي جريد ما هو ماشي ما جريش احيانا جريد 1 وجريد 2 هو ده الصح نوحد كلنا لان اصلا حتى يعني هو دلوقتي انت يعني لو جيت تشوف حضراتكم ان غالبيه السيروس كارسينوما هاي جريد يعني حتى اللو جريد سيروس كارسينوما دلوقتي ما عدناش بنشوفها كتير حوالي 10 او 20% من المالجنت سيروس اوفيريان الناس غالبيه الاصغر ايوه طيب ايز اباوت هو انا بدي 9:30 بالظبط ان يعني لسه 6 دقايق اوكي كلمه مهمه برده على السيروس امبلانتس اللي بتبقى موجوده في مع السيروس الامبلانتس الموجوده مع السيروس تيومرز
ممكن تبقى اوتو امبلانس بس الاوفر يدي منه لنفسه على طول، او نعمل فيست امبلانس اللي بتبقى ممكن تبقى ايبيثيريال او ديزموبلاستيك، او الانفيسيف امبلانس. الانفيسيف ده الامبلانس ممكن تبقى موجوده حتى مع البوردر لاين سيروس تيومرز. كلمه انفيسيف امبلانس دلوقتي في النيو دبليو اتش او كلاسيفيكيشن بتعني لو جريد سيروس كارسينوما. ماشي، يبقى دي من ضمن الترمينولوجي الجديد اللي اتغير حتى بالنسبه لنا احنا في الباثولوجي في دبليو اتش او، ان الانفيسيف بريتونيال او انفيسيف سيروس امبلانت بقى اسمها اتغير اسمها ليه لو جريد سيروس كارسينوما. ويعني فعندي بوردر لاين اوفيريان نيوبلازم وفي انفيسيف امبلانس، شو لازم اكون في انفيسيف كومبوننت. لو عملت له سامبلنج ثاني هرجع الاقي انفيسيف كومبوننت اللي بيماتش مع الايه امبلانت الاخر. لو في خلال الخمس دقايق الباقيين او الاربعه لو كان مع اليوسنس تيومرز برضه نفس الكلاسيفيكيشن بناء بوردر لاين مالجنانت. البراين اللي هو اليوسنس سيستادينوما بيبقى اللايننج بتاعها سنجل لاير لخلايا وليها ايبيكال ميوسين بلاند، مفيش فيها اي اتيبيا، مفيش فيها اي حاجه مقلقه. نفس الفكره برضه اللي قلناها للسيرس لما يبدا يحصل استراتيفيكيشن واتيبيا يدخل التيومر ده من البراين للبوردر لاين ايه ستيج. نفس الفكره بالظبط هنا برضه لقينا استراتيفيكيشن فينقل التيومر من بوردر لاين لبراين بوردر لاين. دي بقى حته كريتيكال قوي اللي هي البوردر لاين بيوسنس تيومر بعد ما عملنا سامبلنج كافي وكل حاجه والصوره ملخبطه فيه بقى لنا فيه اتيبيا عاليه جدا وخلايا فولي مالجنانت لكن ليميتد باي ذا بيزمنت امبرين اوف ذا سيست اوف ذا تيومر، فبنسميها بوردر لاين وسنتر فيير كارسينوم. دي لسه مش انفيسيف، دي برضه بوردر لاين بس زي ما قلنا الماكرو بيلري فيريانت اوف سيروس كارسينوم هو المرحله اللي قبل الانفيجن، هي دي المرحله اللي قبل الانفيجن برضه فين؟ في الميوسنس تيومر. هو ميوسنس تيومر ومعاه انترا بيثير الكارسينوما اللي بعد كده بتعمل برضه مايكرو انفيجن وبعد كده بترن انتو فولي مالجنت. من الحاجات برضه اللي المهم ان احنا نوضحها في وجود السودوميكزوما بريتونياي مع ميوسنس فرينيوبلازم، مع ان السودوميكزوما بريتونياي يعني ميوكاس موجود في البروتونيوم ممكن يبقى في صوره فلوتنج اسايتس او حاجه ملزقه الاورجانز في بعضها. دلوقتي ديت بتبقى اسوشيتد يعني السودوميكزوما بريتونياي هي مور ان ريليشن تو ميتاستاتيك رادر ذان برايمري اوفيريان نيوبلازم، وخاصه النيوبلازم اللي جايلها من جي اي تي وتحديدا من مثلا حاجه زي الابندكس. الاوفيريان تيومر تحت الميكروسكوب بالنسبه لنا بقى في الحالات دي ممكن يشبه البوردر لاين، يعني ممكن انا اخدع لو جالي بس مجرد اوفري الاقي بوردر لاين بوسنس تيومر ظريف جدا، لكن هو مش بوردر لاين، ده هو ميتاستاتيك سيموليتنج بوردر لاين ومعاه سيدوميكزوما بريتونياي. دور الايجا باثولوجي في التعليق على السيدوميكزوما بريتونياي او الميوسنس ماتيريال اللي موجوده ان انا اقول هل دي مجرد فري فلوتنج ميوسين فلويد بس تمام، ولا موجود عندي ستريبس من الخلايا والخلايا ديت فيها اتيبيا ولا لا، والديجري اوف اتيبيا فيها عامله ازاي، وعامله انفيجن ولا وموجوده بس على السيرفيس بقى بريتونيوم ولا عامله ديسكشن وانفيجن البروتونيوم اللي موجود. يعني حضرتك جبت لي ميوسنس فلويد او سامبلز من البروتونيوم في حاله السودوميكزوما بريتونياي، دوري في الباثولوجي ان انا ارد عليك بالطريقه دي، هل الميوسين مجرد عام على السيرفيس ولا الميوسين ده ديسكتنج، ولو ديسكتنج في خلايا ولا ما فيهوش، ولو في خلايا الخلايا ديت فيها اتيبيا ولا ما فيهاش، الوات ديجري اوف اتيبيا. ده دورنا في حاله زي برضه مهم قوي ان الميوسنس تيومرز دلوقتي غالبيه او نسبه كبيره جدا من المالجنه ميوسنس تيومرز بتاعه الاوفري ار ميتاستاتيك تمام، ودي بتسبب لنا احيانا ديفيكلت فيري ديفيكلت انتربريتيشن. لكن لو خدت الخط من اوله خالص وخدت الداتا من حضرتك وعملت انسبكشن كويس للسبيسمن هلاقي ان لما يجي لي الهستريكتوم الحركه بتاعتها بلاقي ان الميتاستاتيك تيومرز غالبا بيكون بايلاترال تمام، بيكون التيومر سايز سمول. الميوسنس تيومرز ممكن توصل لاحجام هيوج لو هي برايمري، لكن في الميتاستاتيك ممكن الاقيها 12 15 سنتي حاجه زي شبر كده. وهنا الاقي السيرفيس بتاع الاوفري مش سموث، لا ليه نودولار ومكلكع وعليه في يعني شكله بلاد نودي. فديت من الساينز اللي بالنسبه لي اللي ممكن تخليني احط في دماغي ان انا لو هشوف ميوسنس تيومر في هيستريكتور المنظر ده يبقى احتمالات المتاستاسيس فيها
هتكون عاليه. طبعا الدور بتاع الايرا بتاعت المين هيست كيمستري بتحل مشاكل كتير، خاصه للبانل اللي ممكن نستخدمه سايد كورتن 7 سايد كورتن 20 والسي دي اكس 2 وحاجات اخرى تمام. لكن ده يعني دي يعني احتمالات كتير من الماليجنسي او المتاس اللي ممكن يجي في الاوفري، ممكن يجي من الفيميشن تراك ذات نفسه من السيرفكس او من الاندوميتريوم او من الجي اي تي او من اي اماكن اخرى. نقف عند الحد ده، نقف عند السلايد ديت. ديت الكاتيجوري ديت مهم ان هي نعرفها ان ديت من الحاجات اللي تم تحديثها في الـ WHO كلاسيفيكيشن في 2014 اللي هو ايه؟ اللي هو السيروميوسيناس تيومرز. السيروميوسيناس تيومرز از نيم امبلاي دي عباره عن ميكس بين السيروس والميوسيناس نيوبلازم. كان قبل كده دي كانت بتعتبر كفاريانت من الميوسيناس تيومرز، خاصة الميوسيناس تيومرز هي الاندو سيرفايكال اوف اندو سيرفايكال تايب. عندنا الميوسيناس تيومر على حسب نوع الابيسيليا، يا اما شبه الانتستين يا اما شبه الاندو سيرفكس. الشبه الاندو سيرفكس كان بيطلع عليها بين قوسين كده برضه قول ايه سيروميوسيناس. 2014 سيروميوسيناس اترقت الحمد لله وبقت ايه؟ كاتيجوري لوحدها سيروميوسيناس وفيرانيوبلاز، منافس برضه القصه ان هي يا اما بناين يا اما بوردر لاين يا اما ماليجنا. فكان نفسي الوقت يسمح باكتر من كده، لكن ممكن لو في مناسبه تانيه نكمل ان شاء الله. شكرا حضرتك.